هذه أحسن حلقة في الراب المغربي اللي كنا عالجوا فيها الموضوع بكل انحيادية بدون توجه لأحد الأطراف، بمعنى ما كانش الرابر صاحبي أو أولا كنعرفه. أي حاجة كنقولها هنا رأي شخصي. تراك ليس هاد السيمانة زاهية وفيها كلاشات وبيفات اللي غادي يبداو، وكذلك راح نطلعوا على البلان ديال بوبا اللي مازال ما حشبش ومذكروا بالمغاربة من بعد ما قراه مايس القوة اللي بداو بالصح، وهادو على التراكات اللي مازال البيبليك كيتسناو، وأيضا غنشوفوا لا ليست تاع لي شو اللي غيدير بيبي كاف في شهر أكتوبر ونوفمبر، ومنها غنشوفوا بعض الرواب اللي دخلوا في صراع شهر أكتوبر. هي حلقة مشارجية معلومات، معليك غير تفرج من الأول حتى الأخر غتخرج فيها بكل شيء، وإلا فهمتي مزيان ما تنساش معك أبوني لاشين راه ضرورية باش تحفزنا نجيبوا فيديوهات كثر. راه نسبة 91% كيتفرجوا وما كيديروش أبوني، غدير سبسكرايب راه ما تخسر عليها والو. وللتذكير الفيديو غيكون مقسم 3 دي بارتي اللي هما تراكات بلانات كوبليات، ونبداو بروميير بارتي اللي هي تراكات. لا ليست تراكات اللي عندنا هي هذه. اول مرسوم معنا هو فيت بين ايمن حقي ونامبر في تراك لا بريس دو بلاد. بريس نمشي الاوزي غنفيري في الراس، تراك ما كملاتش ليسونس نهار غنوصل ما غنساش الاصل، شديت كريمه غادي نخلص الطاس غير خصني غنكمل الطاسك. تراك اللي محطوط عند ايمن فلاشين ديالو وكليب مختوم ترودي، يعني ما كاينش واحد انفستيسمون كبير من الناحيه الموسيقيه. قدر نقولوا كاين ديفلوبمون كبير بين جامشو دابا، وهذا الشيء بيع عليه حقه في الكوبلي ديالو، وخا داك الخروج غيبقى ليه بوان نوار في الكارير تاعو اللي كان في البرنامج ديال جامشو كيفاش تقصى في البيف. وثاني ارتيست معنا هو دوباج بتراك فريتهم دابا. مورسو كيرابي فيه عندي بروبليم اللي حلهم وغادي يتفرغ للموسيقى تاعو، قصة على انستري سامبل نقدر نحسبوه على دريل. وتالت ارتيست معنا هو ليفسي. هاد الصاد كيحط فلوات هابي في مرسوات تاعو، كان الظهور ديالو اول مرة مع تيفلو في تراك ميسي، وزاد خدم على راسو من بعد، ودابا نوبة الصار بتراك تشو. دروغا والراب كنطيح فيهم ياما، كندوزي والراب وكندوك غير بالما، جرام ورا جرام تا كنقرب السما، كينساني هالكارو كيسالي تما. الصاد خدام على راسو هاد العام، هادي اقل من 20 يوم حطو مرسو، يعني هاد الصاد عافط على رايبي وباغي يوصل، ودابا نوبة سعد السوري بتراك غيب. عارفي ستاري بيزو بحال شي لازبيان تاو عشير كديرو سيزو، حنا لي زانديان كنفرحو لهرب الريزون. مورسو كان مقسم دو كوبلي، الاولى هبط على وينز بكلاش من بعد ستا ديال ستوريات اللي شرحناه في الحلقه اللي فاتت، والكوبلي الثانيه كلاش فيها نزار اللي حتى هو غيجاوب بديستراك، ودابا نوبت دادا فيت مع عبدو بتراك ابراكادابرا. عندي محروق لي نوكس راه مقطوع، حنا بسيدي غنحروق واخا كنحاول نبقى زوين كتبقى عندي العلامه في العروق، العام كامل في المغرب الصيف كندوزو في الماروك. مورسو اللي هو الثاني في طوندونز من بعد 4 ايام من الاستار ديالو، وضارب على يوتيوب حوالي 200,000 مشاهده. والحاجه اللي عجبتني اكثر هي تراك واحد في دو انستري ودو كوبلي لكل رابر فيهم، وكيبقى واحد السويتش وسط مورسو اللي خيالي، ودابا نوبت فريزي مورسو بلاكا. اول مره تكون عندنا بنت في لاليست، البيت وار ولكن الليركس ما عجبونيش بكل صراحه، حيت في اخر المطاف الموسيقى عباره عن فيلينغ، خاصني نحس بداك الشيء اللي كديري والفايب يدوز. نزار بتراك نار. روح حس براسي شايب شي خطرات، الماضي نسيتو عادي بقاو في داري غير دبرات، نطيحو نوضو هاني علم ويما اللي صبرات. كليب لكل بلونوار، وصراحه هذا ماشي راب 100%، ولكن لي غوفغا هنا راه حاجه واعره وكتشوشي، واغلبيه لي زارتيست ولاو كيحطوا موسيقى ديال ستوريات باش البيبليك يدير البيب الموسيقى ديالهم انديريكت. ودابا نوبت يوسف 45 بتراك عقوبه. سيف كحودوز بصم في الكريف، هادشي كامل في اطار الراب معاك مول الاداره، ما زنقي جاتني نهار ديال الزياره. مورسو اللي عجبني بزاف لا من ناحيه الكتابه الفلو لي بيت والتكنيك ديال التقصار، نقدر نقول عليه هو احسن تراك في لا ليست، حط فيه موسيقى واعره. ولكن الحاجه اللي ما عجبتنيش هي محطوط في دوشين الاولى والثانيه، واخا يوسف خدم برو شويه في الكليب بقى تابع العشوائيه، او نقدر نقولوا بقاو تابعين المشاكل، لانه حط تراك ديالو فلاشين جديده والساط الدليل لاشين القديمه، حتى هو هزو وحطو فلاشين القديمه، يعني الفيوز تقسموا على جوج. الا كان بغى يضرب 200,000 فلاشين جديده غيضرب 100,000، لانه الاخر غيضرب 100 والاخر حتى هو غيضرب 100، فهمني اش بغيت نقول. ودابا نوبه كليماندو كيش ماره. كنصرف المشاكل غادي نشيرو بشي قرعه في اللي شافينا، صداعو صحابي شمينا عقليه لاباي مروكي.
هاد الصاد غيدقها دقة، وإلا ما كانت شي حاجة واعرة ما يحطهاش لا من ناحية الكليب والموسيقى. وهاد التصرف اللي كيدير كيزيد يرفع من لي فالور ديالو. ودابا نوبت بلوم بتراك نورمالمون. ويتو سيك ما فرقاش كالمون قالي بغيتو غيجي نورمالمون نورمالمون قاري كاع شنو فراسو كيشي جورنال نورمالمون. هو احد لي كونديدا اللي مشاو حتى الفينال في جامشو، وكان منافس قوي النزار، وكان هو ثاني واحد يقدر يديها. واخا انا كيبان لي المستفيد الاكبر من جامشو هو فيرا اللي ربح بيبليك خيالي. دابا نمشيو للريبونس ديال النزار على الكلاش ديال تسوري تراك كرايشر. كرايشر جينا نديرو الملتقى رابط المنتدى كان خلي راسي بعيد لهيه باش ندي مرتقى. كلاش اب فلوس لابين اللي معرفه فين مشات ومازال كتسال، وكذلك بالتكنيك ديال الكتابه عند سولي اللي كيشبه اناشيد، يعني بالتكنيك ابي ابي والقافيه. والا بغيتي تعرف بزاف على سعد سولي تدخل تفرج في القصه ديالو، انا نخلي لك ليان ديالها في الديسكريبسيون. ودابا نوبت منال ديسك كابريت. ترابي فوق ظهري كيت الاحلام اللي مشاو حدا هو ظهري. هاد الساطة راه ما كديرش الراب وحنا كاملين عارفين هادشي، ولكن انا هنا غير باش نقول لكم راه هربات على بزاف لي زارتيست في المغرب وديفلوبات راسها بواحد الطريقه اللي خياليه. كيعجبني انا بحال هكا قدرات تفض راسها في العالميه. والان نمشيو لدوزيام بارتي في فيديو اللي هي بلانات. اول خبر عندنا هو طوطو موعد البيبليك ديالو بان هاد العام غتكون حلمة عادو 7. حلمة عادو فنداني ويكين بحال حلمة عادو هاد العام بس فاهم. فما كنعرفوا بان كل عام كيحطها في عيد ميلاد تاعو اللي كيكلاشي فيها كاع اللي حكوا عليه في داك العام. وثاني بلان معنا هو ديال كريزي مازال نطلع على 6 وين على بلان الزواج. شو انقش بالبيبي 6 وين شو انا ما شوف دير ديك في الاخر كنهضر معاك وليت شو الشعبيت وعيد شويه رومانسيه هذا دافع عليك ما كتخسس عليا زعما داير لو في راب ديك لا ديال لاسيست خويا ديال النفع رابز فهمتي انا مخزز ايوا اشير ريح نبت برشيد صافي اجبدوني ولا الاكس ديالي. باش اسمع خويا هاد الهضره قلناها في ذاك الفيديو ونعاود نقولوها في هاد الفيديو نيت راه غير كتلف راسك بهاد الستوريات اللي كدير. وتاج بلان معانا هو بيبي غانغ غيلونسي لا ليست تاع لي شو اللي غيكونوا عنده في شهر اكتوبر نوفمبر. بحال في اكتوبر غتكون عنده شو برشلونه مدريد وزوريخ، وفي نوفمبر غيكون عنده لي شو كمثال بحال في باريس لوكسمبورغ وستوكهولم. ستورمي غيحط ستوري كيطلع على روابط اكتوبر، وكذلك لافيش ديال الشو اللي عنده في كازابلانكا. والديب اوفيسيلمو كيصرح في ستوري على انستغرام باللي كاين دي كومونتير ديالو من ورا الالبوم. وفي الهضره على الديب نيت لانه كاع اللي كيتكلاش معاه كيضرب معاه فيت. وهاد القضيه طاح فيها الموتشو ملي سولو في اوبسيون تاع كيستيون ريبونس وهو جاتو عادي. انا شخصيا ما كتجينيش عادي، فيها بزاف ديال النفاق وبحال الا كيضحك على البيبلي. وبلان اخر طوطو كيلونسي 100% غيحط تراك لي رابا فيه عن فلسطين. صافي 100% غنلوح لكم على باز وستالين في الاكتوبر. وفي خبر عالمي الراب الامريكي ليل دريك من بعد الاسلام ديالو كيبدل الاسم تاعو الى مصطفى عبد الملك. بوبا شحال من مره كيقلل من المغرب والمغاربه، وجد هاد المره كيقلل من الملك البلاد. واش هذا ما لقاش يوقفوا عند حدو؟ اي واحد مازال كيسمع ليه راه ماشي راجل، خاصو يطلب السماحه شحال من مره كيزقلا معانا. ونزيدك ثاني حاجه، الى تقبك مايس ما تبقاش تفرع لنا راسنا حنا بديك السطوريات ودوك الريلات ديال والو. والا بغيتي يوقع لك بحال كوبالادي في طنجه وياك بقى تفرعينا راسنا بداكشي. سول كوبالادي شنو وقع ليه في طنجه. والان نمشيو لتروازيام بارتي في الفيديو اللي هي كوبليات. من الرواب اللي موعد الجمهور ديالو غيحط في اكتوبر هو حاري. Yeah, سيسي كلاس وسيك في قلبي 24-24 سي الورقة ماجيك تشيك ستورة ماتشي في طريق بطاركي مباراش هيرز في طورة كيتسناو منطاليتي أباتشي قبل ما نهضر كيتنواو خليت لها دراغ وداري سموكي تشارا سيدارني مبقيت شاقل فكرني بلاكا تحت كارسو عرماني باقي كندوزي سولو أميغوس قلت لها أنا فنان يتيك في ما فيش فلوس رايح غدين مان قالي مشورة ما رجعوش نسايش كنسي فلمو. الى هنا غيكون سهل الفيديو الدراري. بغيتكم كاملين تعطوا ديروا ابوني لاشين، اي واحد مازال ما داش ابوني ديرها. والى بانت لكم شي حاجه خطا يمكن لكم تصحوا عليا في لي كومونتير وعبروا الراي ديالكم بكل حريه. ولو وصلت حتى الاخر ديال الفيديو بغيتك تكتب ليا 100 كا بحال هكا. دابا حنا في حمله كاملين بغينا نوصلوا ل 100 كا هاد لاشين. اي واحد شاف الفيديو بارطاجيه مع صحابه وبارطاجيه في مواقع التواصل الاجتماعي اي حاجه واتساب فيسبوك انستغرام تويتر تيليجرام اي حاجه بارطاجيه. وتهلاو ليا فراسكم ونشوفوا الفيديو الجاي ان شاء الله.
يما غادي مريسكي موسيقى اللي باقا جايبة بوكو راس لا راس لا راس كل ليلة متاستي زادلا كوكاينة كانت اللي في لادراس لادراس لادراس